السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده يا جماعة؟ فيديو حصري 100% لقناة ايمن الايطالي، كتابة محتوى او كتابة مقال كامل على اعداد الجين رانك، وتمسك الكلمة المفتاحية فوق ال 72 الرانك بروديكتور او الذكاء الاصطناعي يقرا الكلمة المفتاحية بتاعتك 72 او من 60 ل 72 ان شاء الله. هوريك ازاي انك انت تكتب مقال وتضمن ان هو يظهر في محرك البحث جوجل وانت مغمض، تمام؟ يظهر في محرك البحث جوجل واخد رانك، وكمان الارشفه بتاعته تكون سريعه جدا جدا، كمان ما يعني تظهر في بعد نشر المقال في 3 دقائق او 4 دقائق او 5 دقائق، وهنشوف قدامك في اخر الفيديو ان شاء الله. هناخد المقال من الجين رانك بطريقه صحيحه ونحطه على بلوجر، تمام، بالطريقه الصحيحه، وننشر المقال كامل، تمام. تابع معايا الفيديو للنهايه. يا ريت بس لاول مره تشوفني تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، تمام، وتابع معايا الشرح. سلام. هنبحث هنا عن الكلمة المفتاحية، تمام. هنختار هنا او ناخد كلمة مفتاحية جدول رجيم المبتدئين، تمام، ونعلم هنا على الكلمة دي عشان نبحث باللغة العربية ونعمل فحص، تمام. بعد ما يبحث معانا يحلل لنا الكلمة المفتاحية او سحبت لنا الداتا بتاعت الكلمة المفتاحية كاملة، تمام. هنا في السكور ده طبعا اللي هو 29 اللي هو بيقول لك هنا ايزي باك لينكات، يعني لو الكلمة المفتاحية دي المحتوى بتاعها محتاج باك لينكات، ركز قوي في الكلام ده. الكلمة المفتاحية لو محتاج باك لينكات، تمام، هيجيب لك هنا في الكلمة المفتاحية بدل ايزي هتكون مثلا ميديم متوسطة، هتكون هيقول لك الكلمة دي محتاجة باك لينكات، تمام، او صعبة برضو الكلمة محتاجة دي الكلمة المفتاحية ديت منافسة عليها قوية جدا في المحتوى وبرضه محتاجة باك لينكات عشان تصعد، تمام. اما السكور فهو ده سكور المقال او سكور المقال اللي احنا هنبدأ نكتب عليه، يعني السكور بتاعك ما يقلش، سكور المقال بتاعك ما يقلش عن 71 او 70، تمام، علشان تقدر تنافس في الكلمة المفتاحية دي، تمام. طب في ناس هتقول لك طب هو السكور ده لازمته ايه؟ طب انا برفع السكور، في ناس هنا مش مصدق يعني السكور بتاعها قليل مثلا 22 و19 والكلام ده كله، تمام. فده مش مقياس انك انت مثلا ان الناس دي تبقى، طبعا بيبقى في عوامل كتير قوي في السكور اللي بتخلي السكور ينزل كده، ان سرعه الموقع كل كامل، صور فيديوهات والكلام ده كليته. ممكن بعد ما تنشر المقال او تسحب المقال تحطه على البلوجر او الورد بريس، تمام، فيبدا السكور ينزل تلقائي مثلا من 70 ل مثلا ممكن ينزل 50 او 54، تمام. فده طبعا ملهوش اي علاقه تماما ان المقال سكوره 70 فانا هصدر رقم 70، مش هصدر، يبقى فيه عوامل ثانيه مش هنتطرق عليها ان شاء الله، مش هنتطرق فيها دلوقتي، بعدين ان شاء الله، تمام. فانت هتسيب الوجهه دي ثابته زي ما هي، تمام. قدامك اللي هم كام او 10 او 7 او 8 منافسين تقدر تحللهم، تمام. فانت قبل ما تبدا زي ما انتم شايفين في ناس هنا رفع السكور 62 و69، فعشان كده السكور بتاع المقال او السكور اللي طلبوا منا يكون فوق 70 عشان يعدي الناس دي، او فوق 72 زي ما انتم شايفين يعدي الناس دي، تمام. فانت هتبدا تخش تحلل الناس دي كامله، تمام، او تقرا المحتوى بتاعهم كامل، تمام، وتختار او تشوف الكلمات او الجمل او العناوين او الحاجات اللي هم مش حاطينها في المقال كامل، تمام. فانت تبدا تشتغل على النقطه دي، تمام. هتقدر تجيب ازاي العناوين الفرعيه والعناوين اللي انت هتشتغل عليها، تمام. الجين رانك هنا جايب لك كل العناوين، طبعا مش هفترض ان انا اشرح الواجهه كامله بس هذه نبذه عنها، تمام. العناوين والكلمات والكلام ده كله تقدر تجيبه من هنا او من على سيرش جوجل، ممكن تكتب بس عن كلمه مفتاحيه، تمام، ويظهر لك تحت قناه اقرا ايضا او مقالات ذات صله، تمام. العناوين الفرعيه انت تقدر تحطها في المقال عشان تقدر تمسك اكبر كميه كلمات مفتاحيه في المقال، تمام. خش هنا على طول، نراجع نخلي هنا على نخش نكتب على طول، تمام. نفتح هنا فولدر جديد وتروح جاي هنا عامل، هنا تروح جاي كاتب اسم المشروع، تمام، وتعمل هنا كرييت، تمام، وتبدا تظهر لك صفحه هنا ثانيه وتعمل كرييت، تمام. بس انا ناشئ مشروع باسم الجدول ده، تمام، فمش هيقدر يرفع او يظهر معايا
ده هو يقدر يخليني اعمل مشروع تاني. تمام، هو زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده اجي هنا داخل برضو اعمل هنا باسم، والاسم هنا تختار الكلمه المفتاحيه. تمام، فنزل على طول بقى للكتابه. تمام، خلق خش نبدأ نشتغل يا جماعه في الكتابه. بسم الله نبدأ. تمام، اول حاجه هعملها ان انا اكتب الكلمه المفتاحيه تمام في اول صفحه في الجيم رانك، اول صفحه في الجيم رانك. تمام، تقول لي ليه تكتب الكلمه المفتاحيه في اول الصفحه؟ اقول لك دي بس نظام ان انا بعمل نظام يعني وصف تمام للمقال في اول صفحه. تمام، علشان جوجل لو ما اعتمدش معانا الوصف اللي حط في جنب الصفحه او في وصف الصفحه او وصف المقال تمام، هيعتمد معانا اول سطر ونص اللي احنا بنبدا نكتب فيه. تمام، هنختار السطر ونص ده من التاجات اللي هي جنب علامه التاج دي. تمام، خش تاخد كلمات المرادفات بتاعت الكلمه المفتاحيه. تمام، وتعمل بين كل كلمه وكلمه فاصله زي ما انت هتشوف قدامك دلوقتي. تمام، تختار بالظبط 150 حرف او 150 كلمه، 150 كلمة آسف. تمام، علشان يبدأ يظبط معنا السكور، يبدأ يظبط معنا المقال. تمام، زي ما انتم شايفين يا جماعه لازم تخلي عينك على الكلمات المفتاحيه او الكلمات اللي انت بتبدا تكتب عنها. تمام، وتطلع وتنزل هتلاقي كلمات مفتاحيه كتير وكلمات متعلقه بالمقال بتاعك. تمام، علشان تقدر تطلع افكار وتطلع مقال حصري، فانت لازم تفهم الكلمات دي وترتبها في جمل وترتبها في مكانها الصحيح في المقال، علشان تقدر تمسك الكلمه المفتاحيه بطريقه صحيحه. حط كل الكلمات المفتاحيه في اول المقال تمام، ولا في اخر المقال ولا في نص المقال. الكلمات المفتاحيه اللي هي عليها النجمه دي ديت المهمه جدا في المقال. تمام، فيا ريت تركز في الفيديو علشان تقدر تكتب مقال كامل واحترافي ان شاء الله. تمام، بعد ما خلصنا ال 150 كلمة أو السطرين اللي فوق تمام،
نخش نكتب على طول بعدها العنوان الرئيسي، والعنوان الرئيسي هتكون الكلمة الافتتاحية بتاعتنا، تمام؟ وهنزود 2022، تمام؟ ونخليها H2 يا جماعة، مش H1، تمام؟ H2 في بلوجر اللي هو العنوان، تمام؟ H2 في بلوجر، اتكرر تاني، H2 في بلوجر العنوان، تمام؟ في الخطأ ده في ناس كتيرة بتقع فيه، علشان H1 بيكون العنوان الرئيسي في المقال، تمام؟ ال H2 العنوان اللي هو بيكون في اول صفحه او بيكون في اول مقال في البلوجر، تمام؟ نبدا نكتب يا جماعه، ودايما وانا بكتب بكون عينيا على الكلمات او خانه النوت فاوند، تمام؟ علشان اقدر اخد منها الكلمات المفتاحيه او الكلمات اللي عليها نجمه دي في مكانها الصحيح، واقدر اوظف الكلمات المفتاحيه دي، تمام؟ في المقال او في المقال بتاعي او في الفقره بتاعتي الاولانيه. لازم يكون الفقرة الأولى اللي أنت بتكتبها، تمام، تكون دقيقة جدا جدا جدا، علشان الذكاء الاصطناعي يقدر يحلل الكلمة المفتاحية بتاعتك ويقرأ الكلمة المفتاحية الرانج بروديكتور بتاعك. لازم يكون المقال في بداية المقال الفقرة الأولانية بتركز قوي عن الكلمة المفتاحية، تمام؟ مش حشو ولا حاجة، مفيش أي كلام من الكلام ده خالص اللي بيقول على الجين رانج، تمام؟ تركيز، فرق بين التركيز والحشو، انك انت لازم تركز على الكلمة المفتاحية، تشرح الكلمة المفتاحية، مقال مفيد للقارئ ومفيد للذكاء الاصطناعي. مفيد للقارئ على طول الذكاء الاصطناعي هيقرأ انك انت تستهدف ايه، او انت عايز ايه، توصل للمقال بتاعك ايه بالظبط، تمام؟ علشان تقدر يعني تطلع في الصفحة الاولى، ويكون المقال بتاعك متوافق مع الـ SEO، تمام؟ طبعا يا جماعه الفقرات لازم تكون ما تكونش طويله قوي، تمام؟ وتركز قوي على الكلمات المفتاحيه اللي هي موجوده في النوت فاوند، تمام؟ تحاول تاخد كل او تخش في النوت فاوند دي، وتحاول تاخد كل الكلمات المفتاحيه المتعلقه بالموضوع علشان السكور بتاعك يرفع، تمام؟ حاول على قد ما تقدر انك انت تجمع كل الكلمات المفتاحيه في المقال كامل، مش انك انت تحط الكلمات المفتاحيه مثلا اللي عليها نجمه والكلمات المفتاحيه اللي بتبقى في النوت فاوند، يعني زياده في اللي هي بقول لك اذكرها مثلا مره او اثنين او ثلاثه او 10، تمام؟ ما تحاولش ان انت تحطها في فقره واحده سواء فوق او سواء تحت او سواء في النص، لا، تحاول توزع الكلمات المفتاحيه بتاعتك في التساوي، تمام؟ لازم تبقى انت بتكتب في المقال زي ما انا بكتب في المقال دلوقتي، تمام؟ وبكلمك انك انت بتقرا المقال مره واثنين وثلاثه، تمام؟ تقرا المقال، اول حاجه المقال يكون جيد للقارئ، تمام؟ وتاني برضو حاجة زي ما انا قلت ان هو يكون متوافق مع الـ SEO، تمام؟ ركز جدا في طريقة الكتابة، وركز جدا على النوت فاوند انت بتكتب، تمام؟ طبعا هو الموضوع يا جماعة مش صعب ولا حاجة، تمام؟ بس انك انت بتكتب المقال لازم، يعني هو انا مش هقول لك ان انت تكتب المقال كامل من دماغك، لا، انت بتاخد من الكلمات او بتاخد من العشر نتائج الاولى، تمام؟ بس انت بتخش على النتائج الاولى بتاخد المقال كامل، تقرأ المقال كامل، تمام؟ وتبدأ تكتب زي ما تكتب على طول كده، يعني انت مثلا ما تاخدش الجملة كاملة،
هتاخدش جملة كاملة. مثلا الجملة اللي انا بكتبها يعني نظام ثابت في الاكل لخسارة الوزن، تمام، ما تاخدش انت الجملة كاملة، انت حاول تاخد يعني تاخد كلمة، تمام، وتزود عليها من عندك، تزود عليها. عشان كده بقول لك ركز من النوت فاوند، تمام، اخد مثلا اخد جملة وبعدين اروح جاي واخد مثلا كلمتين من النوت فاوند عشان يبدأ يرفع معايا السكور، تمام، ويبدأ يظبط معايا المقال، تمام، ويكون المقال مش يكون في حشو كلمات كتير على فاضي مليان، تمام. فانت ركز على الحاجات دي قوي، علشان الحاجات دي قوي بتفرق، تمام. العناوين ممكن تاخدها زي ما هي عادي، مفيش اي مشاكل، تمام. هنستخدم في المقال بتاعنا دلوقتي العناوين الفرعية وعناوين يعني H1، اسف، H2، تمام، اللي هو عنوان المقال قدامكم، تمام، و H3 و H4، تمام، العناوين الفرعية والعناوين السنوية، تمام، علشان يبدأ المقال بتاعنا. يعني نشوف المنافسين لو مش عاملين عناوين ثنائية، تمام، ثنائية اللي هو H3 و H4، تمام، وعناوين فرعية كتير، فأنت بتبدأ تاخد العناوين دي، تمام، وتبدأ تدرجهم في المقال بتاعك، تمام. ركز أوي في المقال، هنستخدم النقط في المقال، تمام، وهنستخدم لو محتاج كمان إن احنا نخش نكتب أرقام 1 و2 و3، نرقم المقال بتاعنا، تمام. على ده كله يا جماعة بيفيد إنك أنت بيفيد في التصدر، تمام، بيفيد إن التصدر إن القارئ يقرأ المقال ويبقى فاهم المقال، تمام. وركز قوي إن أنت تاخد دلوقتي العناوين أو الأسئلة، اللي هي الأسئلة دي اللي مثلا هناخدها قدامكم في المقال برضو، تمام. ناخد أسئلة اللي هما بيطرحوها في جوجل، تمام، نخش ناخدها ونعملها عنوان ونبدأ نجاوب على الأسئلة بطريقة تفيد القارئ برضو، علشان ممكن تاخد لمحة مقتطفة من الأسئلة دي، تمام، وتطلع في أي سؤال ويكون الإجابة بتاعتك ممتازة للقارئ، تمام، فعشان كده تطلع على طول مقتطفة إن شاء الله، تمام. ركز قوي، ركز قوي ان ده ازاي، يعني ركز معايا اهو في الكلام ده، تمام، وركز شوف انا بكتب ازاي في المقال، تمام. انا بكتب المقال، انا ده واخد المقال جاري على المقال كامل، تمام، فانا ببدا اخش اطبق على الجين رانك، والجين رانك بتساعدني ان انا النوت فاوند دي بتقول لي الكلمات المفتاحيه دي او الكلمات دي انت ابدا حطها في المقال عندك، تمام. اكتبها في جمله جمل زي ما انا شغال، تمام، وخلي دايما المقال من سطرين لسطر ونص، في الكلمات اللي انا بكتبها زي ما انت شايف من سطر ونص لسطرين، وبحط نقطه وبنزل تاني ابدا اشتغل. We'll be right back.
زي ما انتم شايفين كده انا كتبت العنوان الثاني ونخليه برضو اتش 2 تمام علشان اخليه عنوان النقاش تمام. طبعا زي ما انتم شايفين كده الفقره الاولى خلصت تمام، فانت ركز او في الفقره الثانيه تمام. انا هكتب بس المقال ده هو طالب مني 949 كلمه، انا هكتب 1000 كلمه تمام في المقال ده تمام. فهو المقال او الفيديو هيكون طويل شويه تمام، بس علشان اقدر افيدك على قد ما اقدر علشان تبقى انت قدامك كده المقال انكتب كامل تمام كامل. فانا دلوقتي عملت هو انا كتبت جدول رجيم ممتلئ مشبع وغير مكلف الاسبوع الاول تمام. فانا هبدا اكتب اليوم الاول تمام واعمله برضو عنوان تمام او عنوان فرعي، وبعد كده ابدا ادرج تحتيه الكلمات او ادرج تحتيه يعني اللي هيحصل في اليوم الاول تمام. فياريت بس تكون انت فاهم انا بعمل ايه بالظبط تمام، وتقدر تفهم او يكون عندك خلفيه كامله ان المقال بينكتب ازاي. طبعا هو المقال هياخد منك وقت في الاعداد وفي وقت في البحث والوقت الكتابه لو كنت اول مره تكتب تمام، بس مع الاستمرار ان شاء الله ممكن تعمل 4000 كلمه في اليوم 5000 كلمه في اليوم على قد ما انت تكون فاضي يعني تمام. فخليك بس تابع معايا للنهايه، ولو ما يعني لو وصلت معايا لعند الدقيقه دي فانا احييك جدا انك انت عايز تتعلم فعلا تمام. وما تنساش برضو لو ما كنتش عملت اشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد تمام، لو انت مهتم بكتابه المحتوى والمواقع والربح في الانترنت عامه تمام، فتنزل تعمل اشتراك في القناه واللايك بتاعك الجميل عشان يشجعنا ان شاء الله تمام. كده انا خلصت اليوم الاول وهكتب اليوم الثاني تمام، مفيش برضه اخليها عنوان تمام، وابدا اكتب برضه نفس كتابته في اليوم الاول تمام هعمله اليوم الثاني.
طبعا انا عملت اليوم الاول والتاني والتالت والرابع، وهعمل دلوقتي اليوم الخامس. تمام، عناوين برضو، وزي ما انتم شايفين انا بشرح في المقال، انا بشرح مقال، بشرح وصفة او حاجة جدول. تمام، فماشي مع القارئ واحدة واحدة. تمام، وبرضو شغال مع الجين راك او مع النوت فاوند، ان انا باخد كلمات من هنا واحطها في المقال بتاعي وفي الجمل بتاعتي. تمام، في التوزيعة ممتازة، توزيع انك انت كقارئ بتخش تقرا المقال، تبقى انت فاهم المقال ده بتكلم عن ايه. تمام، ادي اليوم الخامس انا عملته. تمام، وبرضو ابدا اكتب تحتيه. تمام، اللي هو ان انت تخش تشرح حاجة في العناوين. تمام، يا ريت العنوان ما يكونش يعني مثلا تعمل في اليوم الاول، اليوم الثاني او اليوم الثالث مثلا، او ازاي تعمل كذا كذا كذا. فانت تبدا تشرح الجمله باختصار، او تشرح المقال او الحاجه اللي انت هتشرحها تحت عنوان. تمام، او العناوين الفرعيه اللي هي بتبقى داخل المقال دي. تمام، باختصار، يعني انت مثلا سؤال وجواب. تمام، ما تخشش تتعمق. تمام، حاول تكتب اكبر قدر من المعلومات من دماغك. تمام، في المقال، علشان برضو ما يكونش محتوى منسوخ او مقال متكرر، يكون معلومات، كل المعلومات اللي في المقال متكررة محطوطة، اللي هو تكون موجودة اصلا على جوجل. تمام، فتبقى يعني المقال بتاعك تبقى زيه زي اي مقال تاني محطوط على جوجل. تمام، فانت تبدأ تحط فيه التاتش بتاعك الجميل، تقدر بعد تحط اللي انت فهمته او الخلاصة في الاخر اللي انت فهمته في المقال ده. تمام، علشان يقدر يساعد المقال بتاعك. تمام، علشان الكلمات دي او الحاجات اللي انت هتحطها دي في المقال الزياده، تمام، اللي هي مش موجوده عند المنافسين او اللي انت حاططها من دماغك. تمام، فيبدا المقال بتاعك يطلع في جوجل، عشان تبقى معلومات جديده على الذكاء الاصطناعي بتاع جوجل. تمام،
تمام كده انا خلصت لعند اليوم السابع. تمام، واخش هاخد عنوان دلوقتي اهم النصائح والكلام ده كله، نصائح مهمه جدا. تمام، واعمله برضو. تمام، خش نخليه H2. تمام، واحد يقول لي انت ليه خليت كل العناوين H2؟ تمام، وطبعا زي ما انتم شايفين عملت قائمه منسجله تحتيه. تمام، علشان خليت نقط طبعا زياده في المقال، او تزيد من حلاوه المقال وترتيبك في المقال. تمام، علشان برضو المقال بتاعك يكون مترتب، ما يكونش فيه حاجه ناقصه. تمام، ويكون سهل على القارئ ان هو يقرا ويخش يعمل او يشوف يعمل اكشن من المقال بتاعك. يعني مثلا يعمل مشاركه ان هو فاهم المقال، يعمل تعليق في المقال. فطبعا ده كله بيفيدك في ترتيبك في جوجل في المقال. زي ما انتم شايفين احنا وصلنا للسكور ال 41 واحنا لسه كتبنا بس 461 كلمه. تمام، فلازم تبقى فاهم الاداء. تمام، وتقدر تكتب الكلمات المفتاحيه اللي في الاداء في جمل. تمام، في نفس الوقت ترفع السكور زي ما انتم شايفين بطريقه سهله وبطريقه سريعه. تمام، ويكون برضو عينك على النوت فاوند. اهم حاجه في المقال او في الجينرال تكون عينك على النوت فاوند. تمام، والكلمات المفتاحيه اللي هي بتروح على الجود واللو والكلام ده. تمام، زي ما قلنا اللي هو انا بعمل ليه H2. تمام، فانا مركز على H2 علشان لما انا عندي موقع ووردبريس. تمام، والناس اللي شغاله على ووردبريس فاهمه ان ووردبريس مفهوش، او يعني لو حطيت على اللي هو اضافه UCCU. تمام، العناوين الفرعيه والعناوين السنويه. تمام، ف يعني بيكون في تضارب في الموضوع. تمام، فانا بحب اخليها H2 علشان تبقى عناوين على طول، عناوين H1 و H2. طبعا دي بتبقى ثابته في الووردبريس. تمام، والH3 والH4. تمام، طبعا ده احنا بنستعملها في قوائم منسجله ثانيه تحت المقال، وبرضه هنستفاد منها. تمام، فتبقى انت فاهم انت بتعمل ايه في المقال. تمام، ومش في ترتيب في المقال. تمام، مفيش واحد يقول لك ده انت تعمل 1 2 3 تصدر. لا، انت ممكن تكتب معلومه بس جوجل يشوفها انها معلومه جديده، معلومه فادت القارئ، عامل عليها اكشن، عليها وقف في المقال بتاعك وقرا الكلمه دي. تمام، فيعرف ان جوجل يعرف ان المقال ده مفيد، ان الكلمة او الجملة دي مفيدة. تمام، فيبدأ برضو طلعك في محرك البحث جوجل. تمام، فانت ركز او انت بتكتب المقال كل المعلومات دي انا بقولها لك عن تجربة شخصية، ان انا كنت مبتدئ. تمام، وبدأت استعمل الجين رانك، بدأت على اعداد الجين رانك كتير. تمام، وما مسكتش الكلمة المفتاحية مرة واثنين وثلاثة لما قدرت امسك الكلمة المفتاحية. كتبت مقالات كتير جدا ما اتصدرتش، وكتبت مقالات اكتر واتصدرت وطلعت نتيجه اولى وصفحه اولى. تمام، من غير بس لينكات، من غير ما استعين برابط خلفيه ولا كلام، حاجه فقط هو محتوى. تمام، يعني المقال ما يكون جيد جدا، في مواقع تانية كبيره بتاخد المقال بتاعك تعمل له باك لينك من عندها من غير ما انت تعرف او تدخل منك. تمام، فبرضه ده بيزودك او بيخليك تطلع محرك البحث جوجل. تمام، فيا ريت تركز برضو معايا للنهايه عشان تفهم اكتر واكتر.
دلوقتي انا بفنش في المحل بتاعي، تمام، وشرحت تحت كده الريجيم بتاع تحت حاجه، تمام، فرجعت تاني كتبته، تمام. انا عارف ان الفيديو طويل، تمام، بس لازم تفهم المقال كاتب قدامك ازاي، مره اتنين وتلاته، تمام. فدلوقتي هخش بعد انا كده خلصت المقال ووصلت المقال بتاعي سكور 70، تمام، اخش هنا على الاوفر يوز واحدد واشوف الكلمات اللي هي الاصفر دي، احاول اخلي الكلمات من 1% ل 0% او اخد خالص 3%، تمام، علشان ما يكونش فيه اوفر يوز خالص في المقال بتاعي، تمام. والصحه اللي عليها النجمه دي احولها للجود، تمام، واخلي الجود، تمام، يكون اعلى من نوت فاوند او قريب من نوت فاوند على حسب الكلمات الموجوده في النوت فاوند. النوت فاوند ده يا جماعه ساعات كتير او بيكون فيها كلمات مفتاحيه، تمام، ما تكونش متعلقه اصلا بالمقال، تمام. فانت ما تكتبش كل الكلمات المفتاحيه، لازم تركز ان الكلمات المفتاحيه الموجوده في النوت فاوند، تمام، تستعملها في المقال فقط، تمام. ده معلومه برضو لازم تاخد بالك منها، تمام. والجود يبقى الكلمات اللي هي العشر كلمات الاولى اللي عليهم نجمه، تمام، يكونوا في الجود، تمام. واللو طبعا يكون اقل حاجه، تستخدم كل الكلمات المفتاحيه اللي في اللو، تمام، وتحولها للجود، تمام، عشان برضو السكور يطلع معاك مظبوط، تمام. بعد ما خلصنا المقال، تمام، خلصنا ظبطنا الجود واللو والنوت فاوند والاوفر يوز، تمام، تمام، تمام. وكمان الرانك برودكت كمان بتاعنا الكلمه المفتاحيه، وهنا استهداف الكلمه المفتاحيه كمان معانا، تمام. وهنا الكلمه المفتاحيه يا جماعه ما مسكتش الكلمه المفتاحيه كامله، تمام. مسكت جدول رجيم نسبة 55 الرانج بتاعها للمستوى اللي هي 70 او 69، تمام، فهي كويسة جدا، مفيش أي مشاكل فيها، تمام. نخش دلوقتي ناخد المقال بتاعنا ونروح على ناخده كوبي زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، تمام. لو ظهرت معاكم الواجهة كده، تمام، الواجهة كده التنصيص والكلام ده كلته، انت عليك انك انت تلغي بس علامة اللي هي علامة التنصيص اللي تحت دي، تمام، وتخلي الـ يعني المحرر بتاعنا ابيض كده، تمام. ونخش نضغط كليك يمين وكنترول اي وتروح جاي واخدينها نسخ، تمام. ونخش هنا نروح جاي داخلين بقى على المدونة بتاعتنا، تمام، ونروح جاي داخلين هنا المدونة بتاعتنا دي، تمام، ونعمل نشر للمقال ونشوف المقال بتاعنا هل هيتأرشف على طول في المدونة، تمام، ولا هياخد وقت لما يتأرشف الكلام ده كله، تمام. نخش هنا نعمل مسافة جديدة، تمام، ونكتب هنا المهجنة الجديدة هنا، نروح على طول يا جماعة كنترول A، تمام، وكنترول V، نروح جاي نسخين المقال كده، تمام. زي ما انتم شايفين المقال بتاعنا نزل كامل بالعنوان، تمام، بالكلمات زي ما انتم شايفين بالتنسيق اللي هو اللي انت عملته في الجيم رانك، تمام، كل الكلمات وكل التنسيق اللي انت عملته في الجيم رانك فهو ظهر معاك، تمام. ما عليك انك انت تخش هنا بقى، هنروح جاي داخلين هنا، تمام، جدول رجيم المبتدئين، تمام، ونخلي مثلا ايه في، تمام، 2022، تمام، يعني نحاول نختار طبعا نختار العنوان بتاعنا، العنوان بتاعك عناية جدا، علشان طبعا المقال لو المقال بتاعك صدر في الخمس نتائج الاولى، لو المقال بتاعك او العنوان بتاعك جذاب جدا فيبدا يجذب معاك الزوار، تمام. فانا مش ههتم او بالعنوان طبعا عشان ده تجريبي، وراجع واخدين هنا الاول الكلمات او السطرين الاولين بقى واخدينهم نسخ، تمام، ونروح جاي رايحين هنا على الوصف، وصف البحث، تمام، ونروح جاي هنا حاطينهم هنا في وصف البحث 150 كلمه نفس 150 كلمه، تمام. الربط الثابت، تمام، انا هسيبه زي ما هو، تمام، علشان بس في وقت الفيديو، تمام، انت تخش تروح جاي داخل هنا واخد الكلمه المفتاحيه دي، وبرده الكلمه المفتاحيه لازم تبقى يعني تاخد الكلمه المفتاحيه وتروح جاي رايح على الترجمه ومترجمها، تمام. طب هنعمل كده دي واحدة، تمام، انا دخلت على الترجمة وترجمت الكلمة المفتاحية، تمام، اروح اخد الكلمة المفتاحية
او رايح تاني على هنا على رابط مخصص regulation control B. تمام، ونخش هنا على الفاصل ده يا جماعة ونحط هنا شرط. تمام، بدل عشان مش هيقبل معانا المسطرة. تمام، فلازم تبقى معمولة العلامة دي. تمام، نخش نخلي الكل الفصلة نخليها كل علامات، اللي هي كل المسطرة علامات. تمام، لسه بس معانا الصورة. تمام، انا هحط اي صورة كده، مش شرط يعني. تمام، نخش نحط هنا صورة، اي صورة. تمام، نختار صورة ده يا جماعة، الصورة دي. تمام، صورة جيلة يسين هنا، اوكي. تمام، نستنى ما الصورة تحمل معانا ونراجع ضاغطين على ضغطة كليك يمين. تمام، ونروح جايين عاملين هنا حي الاصلي. تمام، ونراجع كاتبين الكلمة المفتاحية بتاعتنا احنا خدناها من هنا. تمام، الكلمة المفتاحية نروح جاي عاملينها نص البديل للصورة. تمام، برضو هنا نفس الكلام تعديل. تمام كده، المقال معانا جاهز. تمام، بتعمل بقى انت الرابط الداخلية والكلام ده، تربط المقال بتاعك ببعضه على كده تقدر تمسك اكتر الكلمة المفتاحية، وكل المقال بتاعك يعني تعمل شبكة داخلية في الكاتب الداخلية ان شاء الله. دي هنتطرق برضو يعني نتطرق في فيديو تاني ان شاء الله. تمام، فانا شايف ان الصورة زراوي، نخش نعمل لها مثلا كلها حجم الصورة كبير. تمام، نخليها هنا مثلا كبيرة، كده الصورة اكتر، حجم كبير جدا. تمام، حلوة كده الصورة. تمام، نعمل نشر، تعمل تأكيد. تمام كده، عمل معانا جاري النشر. تمام كده، المقال معانا اتنشر. تمام، فاحنا دلوقتي هنخش نبحث عن المقال ده ونشوفه هو دلوقتي اتأرشف معانا ولا متأرشفش. تمام، نعمل هنا كنترول جي. تمام، نخش على محرك البحث جوجل، نبحث عنه. تمام، ونشوف المقال ده اتأرشف معانا ولا لسه. يعني لان احنا لسه رفتي عاملين لسه رفتي نشر المقال. تمام، فاحنا هنحاول نشوف المقال اللي هيترشف معانا في كام سنة او في كام دقيقة ان شاء الله. تمام، ناخد هنا بس العنوان بتاعها كده، بس نخش على جوجل. طب لسه المقال ما اترشفش، طب نرجع لما المقال يترشف. زي ما انتم شايفين كده المقال بتاعنا ظهر في الصفحة الأولى. تمام، بعد النشر طبعا أنا قفلت الجهاز وريحت شوية، فهو تم النشر بعد 10 ساعة بس. هو يعني أنا عارف إن هو اتنشر قبل كده بكتير، يعني أقل حاجة بكتير ربع ساعة أو 10 دقايق. تمام، بس بالنسبة إن هو يطلع صفحة أولى في الكلمة المفتاحية دي. تمام، وبرضه شلت 2022 وبحثت عنها عشان برضو أعرف إن هي متصدرة في 2022 لأ، فطلعت مصدرة بالعنوان كامل. تمام، بال22 او من غير 22 في سنة 2022. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة.